هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم ويتجدد اللقاء والترحيب في انطلاقات هذا الصباح. شوط ينتهي وشوط يبدأ بأثارة وحماس وتنافس حتى وصول خط النهاية. ينطلق في هذه اللحظات الشوط الثامن فانطلاقات هذا الصباح، ثامن الأشواط الخاص بزمول المهجنات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذه المؤسسات العملاقة في الأصايل وانطلاقتها. نسير مع المراكز الأولى وهناك هجن ند الشبه تقدم شاهين اللي يسيطر على مقدمة الشوط من جانب اليمين، يقوده في التضمير سالم بن سعيد يسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة يأتي في المركز الثاني ويضمره غياث الهلالي، بينما المركز الثالث الزاير يأتي في أو الذاري يأتي في المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان اليابري اللي يتولى تضميره، بينما المركز الرابع رابع المراكز وهذا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يضمره وهو في رابع المراكز المركز الخامس. خامس المراكز أشوف التحدي وأشوف الأثار على المركز الخامس والتقدم من قبل براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي اللي يتولى تضمير براق اللي في المركز الخامس. سادس المراكز هملول من هجن الرياسة وتضمير علي بن يميل الوهيبي المركز السابع، هذا هو هملول يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع واللوافي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر سهيل بن مبارك بن مرخان المركز الثامن من الجانب الآخر اللي يتقدم في هذه اللحظات، وهذا هو عنتر تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان يضم ريمع بن عتيجة الرميثي المركز التاسع شاهين من هجن العاصفة يقوده في التضمير اللي هو غياث الهلالي، بينما المركز العاشر هملول من هجن الرياسة يتولى تضمير علي بن يميل الوهيبي. هذه العشر المراكز الأولى في انطلاقات هذا الصباح وهذا الانطلاق وفي هذا الشوط بالذات وهو شوطنا الثامن في أشواط صباح هذا اليوم. يسير بانطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات من الزمول المهجنات الأصايل التي تتنافس على شرف الفوز في ميدان المرموم تحفة الميادين الميدان الذكي وعبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر من أرضية الميدان وانطلاقة هذا الصباح الجميل والشيق. عودة بعد أن أكملنا النداء للعشرة المراكز الأولى في هذه الانطلاقات، والذاري يتقدم بالمركز الأول ويقود مسار الشوط لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي ضمر فايز بن غافان اليابري اللي يتصدر المجموعة ويقود الزمول في هذا المسار، بينما المركز الثاني يأتي في المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء اللي هو شاهين من هجن ند الشبا يضمر سالم بسعيد، بينما المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة ويقود غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هذا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع يضمره وهو في رابع المراكز. هملول في المركز الخامس من هجن الرياسة وتضمير علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز السادس أيضا هملول من هجن الرياسة والظافر يدير هذا الشعار بالتضمير والإشراف، بينما المركز السابع عليه دخول في هذه اللحظات هناك اللي عند لينيبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد اللي هو براق يضمر سعيد بن سالم لينيبي المركز الثامن، هذا وافي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب يضمر سهيل بن مبارك بن مرخان المركز التاسع شاهين من هجن العاصفة يتولى تضميره غياث الهلالي، والمركز العاشر من يتقدم في عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ويمع بن عتيجة الرميثي اللي يضمره. هذه
هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة للمرة الثانية، دعناها على حضراتكم مع الزمول في هذا المسار وفي هذا اللقاء وفي هذا التجمع المتقارب من بعض البعض الذي يدل على التنافس وعلى الآمال مع المضمرين في انتزاه الفرصة في المكان المناسب لاستلام الفوز والناموس في النهاية وهذا الاندفاع. يا سلام، ولكن العروض تلقائية وذاتية من الزمول بدون أي لجوء للأوامر أبدا. يا سلام يا سلام، مشعار هجن الرياسة يتقدم على المركز الأول والثاني بهملول هملول، ولكنه الذاري المنافس القوي لهذا المسار، الذاري لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي، ويتابع فايز بن غافان اليابري كذلك في إدارة تضميره وتوجيهاته في مع هذا الشعار الجميل المنافس. بينما المركز الرابع وصل في رابع المراكز براق، براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب وسعيد بن سالم الينيبي يدير تضميره اللي هو براق، بينما وافي ايضا يتقدم للتنافس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخام من احد شبابنا المضمرين الرائعين كذلك المقدم هذه النوعية في التنافس والتحدي والأثارة. يا سلام، هجن العاصفة على المركز السادس بشاهين وغياث الهلالي يتابع كذلك التضمير. المركز السابع هذا اللي هو عند الغويص اللي يتقدم ولا طارش على سلهود، سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ضمره طارش بن مبارك بالقوبع، وشاهين من هجر العاصفة بدأ كذلك ينضم إلى المجموعة الأولى للتنافس على هذا الشوط بقيادة غياث الهلالي، ويتواجد شاهين من هجر ند الشبا، وأيضا يضمر اللي هو سالب سعيد، ويأتي عنتر لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان في المركز العاشر، ويضمر يمع بن عتيج الرميثي. هكذا كانت النتيجة، هكذا النتيجة، هكذا التجمع، هكذا التحديات. ولوحة الإعلان قربت لوحة الإعلان مشاهدين الأعزاء، لوحة 1200، وشوف شوف هذا المنظر الجميل، تابع يا مخرجنا، تابع هذا التجمع. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يلا يلا، غير براق، وراح بو خليفة، راح بو خليفة سعيد بن سالم الينيبي يلا المراكز الأولى مع براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يتصدر قائمة الشوط بفارق راس، ولكن عاد هملول من هجن الرياسة من الجانب الآخر، وشاهين أيضا في هذا الموقع في انطلاقاته وتنافسه من هجن العاصفة، وهملول أيضا من جانب اليسار من هجن الرياسة. الله يا هذا التنافس، الله يا هذا التبادل الجميل ما بين المراكز الأولى في هذه الانطلاقات. صدرت الأوامر، صدرت الأوامر، بدت الأمور وبدأ الرقص. يا سلام، براق وهملول، هملول وبراق، هملول وبراق، هملول من هجن الرياسة وبراق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الاثنين يا سلام يا سلام، 600 متر، وهملول راح بالمركز الأول، هملول الرياسة، وشاهين في المركز الثاني براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد سالم الينيبي، ولكن خلاص راح الظافر، راح الظافر مع هجن الرياسة ليحقق النقطة الرابعة في صباح هذا اليوم بهذا الاندفاع مع الحمر الخطر. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز على هملول وادا. شكرا بو سعيد الظافر علي بن يميل الوهيبي اللي يتابع هذا الشعار وانجازاته وتحدياته. تهانينا والناموس لحظات وصول هملول الى خط النهاية، تهانينا لهجن الرياسة والتهنية موصولة لعلي بن يميل الوهيبي على فوز هملول بالمركز الأول. المركز الثاني قدم أداء جميل كذلك براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد. المركز الثالث هملول من هجن الرياسة. المركز الرابع شاهين من هجن ند الشبا. والمركز الخامس وافي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، نعم، اللي هو وافي في المركز الخامس اللي هو مع بن مرخان. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني في هذا المسار، والتوقيت الزمني 9 دقائق 58 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، هذا توقيت
هملول من هجن الرياسة، وتهانينا وشكرنا الظافر علي بن يميل الوهيبي على ما قدمه هملول في هذا الشوط. المركز الثاني براق في 10 دقائق وثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وشكرا سعيد بن سالم الينيبي في متابعة التضمير. بينما المركز الثالث 10 دقائق و2:09 من الثانية، تهانينا هملول كذلك حل في المركز الثالث لهجن الرياسة، والتهنية لعلي بن يميل الوهيبي، تهانينا للجميع.